بسم الله، ربنا اجعلنا حملة قرآنك واجعلنا نطبق ما جاء فيه من أوامر ونواهي من لدنك يا ربنا. آمين يا سميع يا عليم. ونمكن لهم، أو تحدثنا شوية على كيف يكون استخلاف ربي لمن أراد، هذا قال ونريد. ونمكن بعدك اجعلهم أئمة واجعلهم الوارثين للأرض ذيك، ويعني الشرق الأوسط، ونمكن لهم في الأرض، ونري يمكن لهم في الأرض، ولو أسياد في الأرض ذيك، ونري فرعون، وبالمقابل بل انقلاب الأوضاع يوري فرعون وهامان أن يزيلوا الفاسد لفرعون الفاسد. يعني ربما فهم فراعنة كانوا مش من المفسدين كما اللي عصر سيدنا يوسف عليه السلام، كان معناه يتبع نصائح سيدنا يوسف عليه السلام ويمشي وراءه باطمئنان ومؤازرة ورضا. نعود إن شاء الله تعالى.